ألا يا أيها الفجر فلا تطلع وقلبا هام بالكرار لا تفجع يا جبريل للتكبير لا ترفع وأجراس الأسى والحزن لا تقرع ألا يا أيها الفجر فلا تطلع وقلبا هام بالكرار لا تفجع أيا جبريل للتكبير لا ترفع وأجراس الأسى والحزن لا تقرع هنا سيف المراد بارقا يلمع ليروي حده من دمه الأنجع علي المرتضى في فرضه يسرى وللأيتام عيون آه كم تدمع وللأيتام عيون آه كم تدمع كيف لا يعتلي نادبا للولي صوتنا بالشجاع يا علي يا علي كيف لا يعتلي نادبا للولي صوتنا بالشجاع يا علي صوتنا بالشجاع ساجدا للأحد غيره من ولد ما سوى للوصي وسط بيت الصمد ساجدا للأحد غيره من ولد ما سوى للوصي وسط بيت الصمد وسط بيت الصمد وسط بيت من دعا الله به والله ما خاب بالمنايا الظفر من دعا الله به والله ما خاب بالمنايا ظفر إن رب الكون عن آدم قد تاب بالوصي حيدر وابن شيث قد نجا حيث الهوى طاب فلكهم أبحر قال للشمس ارجعي ردت بإعجاب
والسناء يزهر والسناء يزهر من دعا الله به والله ما خاب بالمنى يظفر إن رب الكون عن آدم قد تاب بالوصي حيدر وابن شيث قد نجا حيث الهوى طاب فلكهم أبحر قال للشمس ارجعي ردت بإعجاب والسناء يزهر في الوغى صال فارس فقاره صاغ انتصارات كان زلزال فاسأل الأحزاب عن تلك البطولات بالوغى صال فارس فقاره صاغ انتصارات كان زلزال فاسأل الأحزاب عن تلك البطولات حيدر المسدد للعلوم مقصد باب علم المصطفى المرسل مدخل المدينة واليد الأمينة إنه التفسير للمنزل إنه التفسير للمنزل إنه التفسير للمنزل من نزيف الجرح يتموت.